هنشوف ايه اللي هيقدمه الفريقين في احداث الشوط الثاني. سينما دوري نايل 2023 2024 في الجولة، في هذه الجولة في الشوط الأول قدم عرض جيد والتعادل الإجابة 1-1. هنشوف الدور الثاني تتلعب على طول أمامية، وإيه وإيه وهيرجع للفار ومدي ضربة جزاء، ما فيهاش كلام، مدي ضربة جزاء، لسه بقول لحضراتكم هيرجع للفار وللفار وضربة جزاء ما فيهاش كلام. لمسة يد طبعا غير متعمدة، ولكن إيده بعيد عن جسمه خالص، اتلعبت وضرب الجزاء مع سبق الإصرار والترصد يا عبد الرحمن يا عامر. ضرب الجزاء صحيحة، وطبعا هو راجع لي حكم الفيديو ومساعد الفيديو لتشتعل المباراة أكتر وأكتر، لكن مصطفى عثمان ورجب محمد هيبلغوه إنها ضرب الجزاء. اتلعبت رمي التماس في هدوء تام ولمسة يد على عبد الرحمن عامر اللي عامل مباراة جيدة جدا جدا مع سموحة في الشوط الأول وفي دوري هذا الموسم. هنشوف إسلام عبد النعيم وضرب الجزاء، حمادة القلاوي لسه ما خدش الإذن بضرب الجزاء، لكنها واضحة وضوح الشمس وهيديله طبعا حكم الفيديو وحكم مساعد الفيديو ضرب الجزاء. مسلسل لا يخطر على بال احمد سامي، كريم يحيى اللي احرز في المقاولين العرب ضرب الجزاء، كان الهدف الثاني، ودي كمان الهدف الثاني لو احرزه كريم يحيى، كان في الدقيقه 78، احنا في الدقيقه 47، كريم يحيى وجها لوجه مع الهاني سليمان، كريم يحيى كريم يحيى كريم يحيى والهدف الثاني. يا سلام يا سلام، ثبت الهاني سليمان وداه على يمين المرمى وحط الكرة على شمال الهاني سليمان بالتخصص، بالتخصص كريم يحيى اللي احرز ضرب الجزاء وهدف تاني في المقاولين، بيحرز الهدف التاني للداخلية عشان يبقى مسلسل وفيلم الداخلية وسموحة في استاد الاسكندرية في شيء لا يخطر على البال بتقدم فريق الداخلية بعدما كان متأخرا بهدف، بيعملوا كامباك بيعملوا رومونتادا، وشوف كريم يحيى وثقة بنفسه وهدف ايه وحلاوة ايه، والحلو ما يتقالش عليه وحش، اتلعبت حلوة حلوة ضرب الجزاء وحطها في مين، في حارس مخضرم زي الهاني سليمان بثبات وثقة وابتسامة، وافرح واللي انت عايز تعمله اعمله، لك حق تفرح، لك حق ترقص، روح قدام الكاميرا وابتسم وتسلم ابتسامتك يا كريم يا يحيى. 2-1 للداخلية.